معرض الكتاب غدا إن شاء الله هيفتح أبوابه، والأزهر الشريف هيشارك للعام الثاني على التوالي بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته 49، طبعا في أرض المعارض الدولية في الفترة من بكرة إن شاء الله، من 27 وحتى 9 فبراير، من 27 يناير وحتى 9 فبراير. وبيستهدف الأزهر بهذه المشاركة التواصل مع جميع فئات المجتمع وتعريفهم بما يقوم به من جهود لإرساء السلام المجتمعي. عايز أقول لحضراتكم أن كمان الأوقاف مشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح ليها في المعرض، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيشارك بمجموعة قيمة جدا من مطبوعات المجلس الأعلى. وأنا الحقيقة سعيد كمان أن الأوقاف في السنة دي عاملة تخفيض هائل جدا لكل الأئمة في الأوقاف، يعني أي إمام تابع لوزارة الأوقاف هيروح معرض الكتاب إذا أخرج ما يثبت إن هو بيعمل إمام وخطيب في الأوقاف هيحصل على تخفيض هائل جدا لهذه الكتب. تقريبا فيه مجموعة كده 15 كتاب من الحجم الكبير والمتوسط، ثمنهم 100 جنيه، يعني الكتاب بأقل من 10 جنيه تقريبا سعر الطبع فقط. هذه الكتب بتناقش التطرف وبتناقش التعريف بالدواعش، التعريف بواسطات الإسلام، محاربة الفكر المتطرف، العمل على إرساء قيم المواطنة، الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، التعريف بقضية القدس ونصرته، بالإضافة إلى تقديم عروض بانوراما لذاكرة الأزهر الشريف بتوضح جهود الأزهر على مر التاريخ. فأنتوا عندكم حضراتكم يعني اللي هاوي القراءة عندكم معرض عندكم جناح للأزهر وعندكم جناح للأوقاف، والأسعار منخفضة جدا. بس يا ترى يعني يا ريت بس فين الشباب أو الناس اللي هم غاويين قراية، يعني يا ترى هنروح كده نتصفح ونشتري كتب ونقرا هذه الكتب ونعيد ثقافة القراءة، قراءة الكتاب مرة أخرى، ولا هنكتفي بإن احنا نحصل ثقافتنا فقط من روافد زي الإنترنت والفيسبوك؟ النهاردة الشباب بيتثقفوا من هذه الوسائل سواء الفيسبوك أو تويتر أو الآخر. أنا أدعو الناس كلها إلى الذهاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب وشراء الكتب، كل واحد في مجاله، ويتصفحوا ويقرأوا ويتثقفوا من خلال هذه الكتب وهذه المنشورات إن شاء الله.